أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لأول مرة وبشكل سري بين قوسين، تركيا لا تعلن عن الهبوط الأوتوماتيكي للتي بي 3، هذا الدرون البحري، بشكل واضح ومباشر. هناك تسريبات أمريكية وتسريبات أيضا موجهة باتجاه الصحف اليونانية على أساس نجاح أول تجربة هبوط أوتوماتيكي من 8000 قدم لصالح التي بي 3، هذه الدرون أو هذا الدرون التركي مباشرة، وفي مسار قصير للغاية في أنادولو أو هذه الحاملة، حاملة الدرونات أو حاملة الطائرات من دون طيار. إذن لأول مرة لا يركز الإعلام، إعلام وزارة الدفاع، عن مثل هذه التجربة، وخصوصا أمام أهميتها الشديدة فيما سمي بالهبوط الأوتوماتيكي وبشكل عمودي على قطعة بحرية. إذن هذه المسألة الأولى المثيرة للغاية. المسألة الثانية أن هناك تكنولوجيا لأول مرة تجرب بعيدا عن الإعلام، ولهذا فالتجربة التي كانت متوقعة في حدود منتصف هذه السنة، نجد أن الأتراك سرعوا من أجل ربما الاحتفاء أو الاحتفاء بهذه الخطوة في الذكرى 100 لإعلان الجمهورية في تركيا. ومهم جدا بالنسبة لهذه النقطة على وجه التحديد أن نؤكد أن التكنولوجيا اليوم الدرونية عموما أخذت مستويات متقدمة للغاية، خصوصا بالنسبة للدرون البحري. إذا الدرون البحري المخيف فيه أنه هو الأجدر بالتعاطي مع العمليات التنفيذية من جهة، ثانيا أنه حارس قوي للغاية على صعيد الخروقات عموما، وعلى صعيد حماية النافتكس أو هذه المناطق التي تعلن للمناورات. إذن بالنسبة لأهم شيء هو التطور التقني بالنسبة لحالة الإطلاق وبالنسبة للهبوط العمودي، وأيضا بالنسبة للمسار القصير جدا، لأن بالنسبة للمدارج عموما القصيرة والتي تخدم بشكل جيد الدرون البحري حاليا، يمكن تأكيد أن تركيا تجاوزت كل هذه العوائق وأصبحت الآن بين 30 و50 درون في هذه حاملة الطائرات من دون طيار الأنادول. إذن هذا هو الأهم، تكنولوجيا الهبوط الأوتوماتيكي. فهل هناك ما سمي بالترتيب النشط أو شبه النشط أو بالنسبة للأوتوماتيكي عموما بالنسبة للهبوط؟ كل هذا وارد مع استقلالية وشبه استقلالية، وأيضا العمل انطلاقا من التوجيه الكامل. إذا هناك عملية مستقلة يمكن أن يديرها الدرون البحري تي بي 3 دون أدنى حرج، يعني أن هذا الأمر أصبح واردا وبشكل كثيف للغاية، إلى درجة أنه يمكن اليوم القول وبشكل دقيق للغاية أن هناك تقنيات للهبوط العمودي تتجاوز الدرون البحري إلى طائرات أخرى. يعني أن طائرات أو تقنيات الطيران من دون طيار الآن ينعكس على الطيران العادي، والتقنيات الآن تنتقل كما لاحظنا تماما ما بين الطيران والطيران من دون طيار، وهذا تداخل ما بينهما. لأننا عندما نجد وبشكل واضح مثلا الأيسا المسح الإلكتروني النشط في الطيران من دون طيار، وأيضا من الطيران إلى الطيران الآخر، هذا يكشف إلى أي مدى سنرى أن هناك تكنولوجيا توحد ما بين المجالين. الآن كل طائرة بطيار أو من دون طيار لديها نفس الخصوصية ونفس الثقة
في جميع التقنيات المنقولة من هنا وإلى هناك مكيفة بطبيعة الحال. إذن أهم ما رأيناه هو التي بي 3، وما سنلاحظه في بحر إيجا وأيضا تحديات شرق المتوسط، كل هذا يجعل من تي بي 3 ساهرة على صعيد التجسس. وأهم من كل ذلك أن تي بي 3 المسلح هذا سيقصد تماما، وهذا هو الأهم، أن يكون درون تجسسي ضد الغواصات. إذن تي بي 3 وتقنية مواجهة الغواصات، أو على الأقل العمل مع رشاش ضد الغواصات بما فيها الدرون البحري، لأن التحدي اليوم ليس فقط عبر الغواصات التقليدية إنما عبر الدرونات البحرية. فإطلاق درون جوي مثل حالة البيرقدار تي بي 3 وفي مواجهة الدرون القادم، الدرون البحري القادم، هذا يعني الكثير. إذن هذا هو التحدي الأول الأساسي بالنسبة للتي بي 3. ولكن هناك اعتماد آخر على التجسس على الغواصات والعمل انطلاقا ليس من رشاش وحسب، وإنما التعاطي وبشكل مباشر مع قوة ردع. هذه القوة للردع سيكون لها ما بعدها بكل تأكيد. ولذلك فإن تحويل الدرون تي بي 3 إلى تقنيات للبي 8 سيكون لها معنى شديد الأهمية. ليس الآن أمامنا البوسيدن أو أمامنا الأوريون، هذا كله تفصيل تقني، ولكن عندما يتمكن الرادار الصغير ويضبط بهذه الكيفية ما تحت المياه وبنسب عالية، فإن هذه التقنية هي المرجوة أن تكون والمخيفة بالنسبة للأمريكيين وغيرهم. عندما نلاحظ ونرى أن هناك استقلال في القرار الدفاعي الذي يصل إلى مراقبة الغواصات وأيضا ضرب الغواصات، ومجرد تحويل درون لتركيا إلى مثل هذه التقنية وبالبي 8 أغلبها سيكون درون تي بي 3، كأننا نتحدث عن البي 8 الأمريكي أيا كان الأوريون أو البي 8 أي بوسيدن، كل هذا سيكون له معنى عندما يتذكر الجميع أن هناك تقنية ضد الغواصات. ومجرد أن تكون هناك تقنية ضد الغواصات في التي بي 3 وضد الدرونات البحرية ومن ثم الغواصات تجسسا وأيضا تعاملا وبشكل مكثف بالنيران، فهذا سيكون له دور آخر. لهذا فالتخوف كبير من تي بي 3، وهذا هو الشيء المؤكد الآن مع الهبوط الأوتوماتيكي ومع تقنيات ضد الغواصات، وهذان العصبان أساسيان بالنسبة للتي بي 3 في هذه المرحلة على وجه التحديد، وهذا الذي يخيف إلى أبعد حد ليس الجوار وحسب، وإنما أيضا الأمريكي، لأن الأمريكي لديه 23 قاعدة، وهناك أيضا تقنيات بحرية وإمكانية حضور الغواصات قريبا بالنسبة لفرنسا وأمريكا، وهذا الحضور أو التحضير على وجه دقيق لتركيا من خلال تي بي 3، فإن مراقبة تقنيات تركيا ضد الغواصات هو الشيء المقلق على الأقل في باريس وواشنطن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.